مهندسة ديكور، ممثلة المرأة المغربية والعربية، حاملة لقب أسرى مقابلة في المغرب سنة 2007، حاملة لقب المرأة المبدعة سنة 2012، حاملة لقب المرأة المقاومة سنة 2010، حاملة لقب نساء في الواجهة سنة 2017، حائزة على جائزة أحسن مهندسة ديكور في المغرب بمصر، رئيسة منظمة المرأة للاتحاد المغربي الديمقراطي سابقا، عضو المجلس العربي الأفريقي للتنمية والتكامل، ومستشارة الشؤون الدولية للمجلس العربي الأفريقي، كاتبة من كتاب الرأي، وأيضا فهي سباقة في لجنة التحكيم، وكانت في لجنة التحكيم ملكة جمال لبنان. كيختاروا البنات وهذا ياك استاذ السادة التي كانت معنا في النسخة الأولى من مهرجان ملكة جمال الفراعنة